لا يطعن بالشرعية اللبنانية فحسب، وإنما أيضا بالشرعية الفلسطينية التي اكتسبتها من خلال ما فعلته من عمل بطولي في السابع من أكتوبر، وما تفعله حتى الآن في مجابهة العدوان الإسرائيلي. لقد دخلت فلسطين مجددا إلى الوجدان العربي، فلا يسيئن إليها وإلى هذه القضية من خلال ابتكار وافتعال مشاكل مع جمهور أصلا يؤيدها. إن لبنان أن يكون ساحة وحيدة لمساندة حماس ففي هذا ظلم كبير، ولكن حماس بحد ذاتها قيادتها أرجو أن تتمتع بالحصافة الكاملة لكي تعود عن هذا التدبير الذي لا يفيد بشيء في العملية الحربية، وإنما يؤذي العلاقة الفلسطينية. ما يجري الآن هو أن المستوطنين الإسرائيليين في الجليل الأعلى يعلمون أنهم خاصرة رخوة أكثر بكثير من مستوطني حاجز غزة، ويعلمون أيضا أن حزب الله مجهز بالسلاح وبالخبرة أكثر من مقاتلي حماس، ولذلك هم الآن في حالة حذر وامتناع عن العودة إلى أماكنهم السابقة خوفا من أن يتعرضوا لما تعرض له الإسرائيليون في حزام غزة. ولذلك هم وضعوا شروطا على نتنياهو أنه لن يعود قبل أن تكون هناك ضمانات كافية لسحب قوات الغضوان من جنوب لبنان. هذا أمر يجعل نتنياهو في مأزق كبير، لأنه ليس بيده أن يفرض هذا الأمر إلا إذا لجأ إلى الحرب، والآن اللجوء إلى الحرب ليس لعبة، فهو جرب الحرب في غزة وربما يجربها في لبنان، لكنه يخشى جدا أن يدخل في معركة برية، ولذلك كل من أخشاه أن تعرض لحملة قصف جوي يجيدها الإسرائيليون ولا يتورعون عن الافتخار بنتائجها، فهم يعلنون سلفا أنهم سيعيدون لبنان إلى العصر الحجري. ولذلك فإن الكلام عن 1701 هو يمكن أن يكون نتيجة تسوية لا تتعلق بلبنان فقط، كما أعلن حزب الله إن التسوية هنا يجب أن تكون شاملة لما يجري في غزة وفي الوضع اللبناني أيضا. كل ما أخشى أنا الآن لا أعتقد أن حزب الله ذاهب إلى معركة أردى وإنه يرغب في معركة كبرى، ولكنه يقوم كما كان يستعمل الأمين العام للحزب التعبير بعملية التذكيرية، ولكنها موجعة في هذه الأيام، موجعة على الطرفين. أنا لا أخشاه أن نتنياهو إذا توغل في فشله في غزة فربما يلجأ للتعويض عن ذلك في لبنان، وكما قلت فإن التعويض لن يكون بالتورط في عمل بري ولكن بعملية تدمير لن يجد لبنان من ينقذه منها أو يرمم أثرها. ترشيح الوزير الخارجية هو ترشيح طبيعي وقديم، وربما كان هو المرشح المحتمل قبل أن يقع الاختيار على الرئيس أمين لحود. وفي العام 2015 كاد أن يكون رئيسا للجمهورية بعدما تم الاتفاق في باريس بينه وبين سعد الحريري، ولكن الذي نقض ذلك الاحتمال هو حزب الله لأنه كان قد وعد الرئيس هون بالرئاسة. الآن ربما حزب الله يريد أن يقدم تعويضا، وأنا أعتقد أن الوزير الفرنسي كان يمكن أن يكون ترشيحه أكثر سلاسة وليونة وقبولا لو لم ينسب فقط إلى جهة واحدة، كان يستطيع هو أن يسوق نفسه لدى جهات متعددة.
نحن الآن أمام عقدة في المنشار، هناك قوى ملموسة ترفض ترشيح فرنجية، ولكن هذا لا يقلل من الأصوات التي يمكن أن يحصل عليها. الفرنسيون كانوا متمسكين بشدة بترشيح فرنجية لأنهم كانوا يظنون أنه يمكن أن تبتكر معادلة فرنجية نواف سلام بموافقة حزب الله. حزب الله وإنهم يعتقدون أن حزب الله بهذا سيسهل أمر الدولة اللبنانية عندما يطمئن إلى أن رئيس الجمهورية هو صديق له ولا يطعن في الظهر. اكتشف الفرنسيون أن محاولتهم لن تنجح، واكتشفوا أيضا أنه فقدوا حلفاء تاريخيين، يعني الفريق المسيحي اللبناني. لذلك هم يعودون عما ذهبوا إليه، لأنهم أصبحوا يمثلون رأي الخماسية. الآن لدريان عندما جاء بالأمس كان يتكلم باسم الخماسية في البنود الثلاثة، أي في بند التمديد لقائد الجيش، وفي انتخاب رئيس الجمهورية، وفي 1701. في طبيعة الحال أنه لودريان قدم اعتذار علني للوزير الفرنسي، وقال أنه يعني نحن ما كنا نتبناه، وجدنا أنه لا يمكن أن نصل به إلى نتيجة ملموسة. عندما يتحدث عن مرشح ثالث، المقصود بذلك أن لا يكون نصرا لأحد أو هزيمة لأحد. يعني الحديث هذا بيذكرني لما كنا نحن أسسة شباب في 58، لما صار الانقلاب بالعراق ضد الملكيين، اجى الأسطول السادس على لبنان، ويومها كان في بلبنان شبه حرب بين فريق التجديد للرئيس كمال شمعون والفريق المناهض. انتهت الأمر أنه اتفق جمال عبد الناصر وأيزنهاور على شخص كان قاعد بالظل عم يقود الجيش بشكل محترم، هو فؤاد الشهيري. الآن يمكن الحديث عن شخص ثالث هو بهذه المواصفات، مش ضروري يكون، أنا عم بقصد هون الجنرال جوزيف عون، أنا عم بقصد أي شخص يكون عنده مواصفات ممكن يطمن الدولة اللبنانية أنه سيكون على رأسها رجل عازم ويستطيع أن يمسك بزمام الأمور، وفي الوقت عينه يطمئن الأطراف أنه ليس منحازا لهذه الجهة أو لتلك، بل هو منحاز لإعادة ترميم دولة لبنان. يعني هو بالحقيقة السلوك قائد الجيش خلال 6 سنوات اللي تولى فيها قيادة الجيش أوحى أنه يعني أوحى بأمور، أنه أولا أنه حازم، أنه يمسك بأمور الجيش بشكل يعني منضبط جدا جدا، ينجح بالمهمات التي يقوم بها، موضع ثقة داخلية، موضع ثقة خارجية. هذا الرجل ليس استفزازيا، فربما صبت الروافد اتجاهه لهذه الصفات. ولكن علينا ألا ننسى أن الجهة التي تعترض عليه بشدة لها وزنها في شريحها، ولها وزنها أيضا في حلفها مع حزب الله، وهذا قد يكون عائقا كبيرا. أفسره بأنه من أردأ ما يمكن أن يكون من أداء سياسي، فبدلا من أن يستشعر هذا الفريق، أي أقصد الفريق المسيحي، أن المناصب التي يشغلها أصبحت تعيش في فراغ متماد، وبالتالي من الواجب أن يتفقوا على كلمة واحدة تملي على الآخرين أخذها بعين الاعتبار، لا هم يتسجلون ويتناحرون ويتركون فجوات كبيرة للذين يرغبون في هذا الفراغ. المسألة أنه مجلس الوزراء طبعا هو مسؤول عن الدولة، ومجلس الوزراء بيقدر يقرر أي القرارات اللي بده إياها. يمكن نصطدم أنه مجلس الوزراء بيقدر يمدد ويأخر تسريحه، لكن بيقول لك أنه قانون الدفاع بيقول يجب أن يكون هذا مبنيا على اقتراح من وزير الدفاع. فإذا اتخذ مجلس الوزراء هذا القرار بدون اقتراح وزير الدفاع، سيكون هذا القرار عرضة للطعن أمام مجلس شورى الدولة.
هنا أشير إلى مقال نشره الوزير السابق النقيب رمزي جريش يتحدث فيه عن أن الطعن أمام مجلس الشورى الدولة لا يوقف تنفيذ القرار، وعليه فإن مهلة معينة يفترضها القانون قبل صدور القرار تكون كافية لكي نمرر المرحلة التي نعيش فيها فلا نقع في فراغ القيادة. أما الذهاب إلى مجلس النواب فأيضا يصبح هذا القانون الصدارة عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري. بكل الأحوال أي إجراء سواء كان إجراء حكوميا أو إجراء برلمانيا هو إجراء خاضع للطعن لدى المرجع المختص. اللي حصل ما يلي أني أنا لمست أنه في إجماع عربي ودولي، في قوى سياسية كثيرة عم تأيد، واللي لاحظته بالأمس هو تصريح الدكتور علي فياض يلي كان ترك الأمور معلقة، يعني لم يبت بها، لأنه لو بت الدكتور علي فياض كنا قلنا رأى الموضوع صار خارج النقاش، أما أن يتركها معلقة فهذا يعني أن الموضوع ما زال قيد الحياة. أنا أقول نحن في دولة معرضة للحرب، إذن أولى الواجبات أن تلملم هذه الدولة أشتاتها وأن تحفظ بالدرجة الأولى أمنها. إذا كان هناك من يتولى الأمن منذ مدة بصورة ناجحة فمن الأولى أو من الأفضل أن يبقى في منصبه لحين مرور هذه المرحلة، لأن شخصا جديدا سيأخذ وقته كي يرتب أموره وكي يمسك بإدارة المؤسسة الجديدة، وهذا قد لا يساعد عليه أو تساعد عليه حرجة الموقف. فلو حصل مثلا وفوجئنا أن نتنياهو قرر أن يضرب لبنان وأصبحت هناك يعني حملة هجرة كبيرة، كيف نرتب أمور المهاجرين؟ كيف نأويهم؟ إلى أي مستشفيات سندخلهم؟ هذا يقتضي درجة عالية جدا جدا من الأمن، وإلا دبت الفوضى وأصبحنا في حربين، حرب يشنها علينا العدو الإسرائيلي وحرب نشنها على أنفسنا من خلال الفوضى العارمة. شوفي بتفق معه جزئيا، أكيد هي مسيحية لأن المسيحيين عليهم أن ينتبهوا. وأنا أقول امبارح كنت أنا بالتلفزيون مع الدكتور أنطون سعد والدكتور إبراهيم نجار، وقلت إنه اللي بيحكوا إنه لبنان هو فتوش دول تبع الفيدرالية، قلت ميزة هالفتوش مش بعناصره، ميزته بالخلطة تبعه، ميزته بالدبس البين تبعه والملح والمطيبات. الدولة اللبنانية بلا مسيحيين يعني ما أنا بدو شوف، كما أن الدولة مسيحية بدون مسلمين لا تعيش. أنا لنا أن نخرج من تلك الأوهام ونعود إلى أصل الأشياء، إن من ابتكر فكرة لبنان الكبير في ذلك الوقت قد أنجز عبقرية كاملة في معادلة جغرافية وديمغرافية، فلا نفرطن بتلك المعادلة ونذهب بعد ذلك إلى أسف لا يجدي ولا ينفع.